شو لسه ما نمت؟ لا ما نمت، رح أنا النوم بكرة رح نام كتير. وكل الله، وكل الله وخلي أمنك بالله كبير، لا تيأس من رحمة الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لك أنت شبه من وقت ما أجيت وأنت الآن، يعني أنت ما قلت لي شو حكمكم المحكمة؟ بدك تعرف اليوم شو صار معي بالجلسة بقى؟ أكيد بدي أعرف، هي إذا حابب تحكي. أما إذا مو حابب تحكي ما بدي إياك تحكي غصب عنا. اليوم حكموني إعدام. إعدام؟ مثل ما قلت لك، اليوم حكموني إعدام. قوة إلا بالله. ليش أنت شو عامل لحتى حكموك إعدام؟ لك ما قلت لك قاتل مرتي؟ والله فكرتك عم تبالغ. لك لا ما عم بالغ، ما عم بالغ. قتلتها لأني بحبها، لأني بحبها، قتلتها، قتلتها. يا أخي تضرب أنت من اللي بتحبها، غير أعرف النمر. استهدي بالله، طول بالك، لا تواخذونا يا جماعة، رجعوا ناموا، رجعوا ناموا. يلا بلا منك لون، تنفس، حركوا، تعال شوف. اطلع وانت الثاني اطلع. يا والله الحياه حلاوتها بملافظها. سد بوزك وامشي. شو سمعت؟ ما عم نقول شيء عم نوحد الله. ايوه نطفت ابن حرام الله لا يوفقك. اتركه شو بدك فيه؟ شو بدي اتركه؟ والله لا يتركني اذا بتركه. شو بنا؟ طول بالك. لك اللي ما بيعرفك بجهلك. يعني معقول انت الاستاذ بهاء المليونير وخايف كل الان؟ على حب الله مو ناقصك يا سير، على حب لالله. صدق هدي، والله عم هديك انا، والله بدي مصلحتك. عادي لا تخاف، لسه في استئناف، والاستئناف يمكن يتغير حكم الاعدام، بعدين تنفيذ حكم الاعدام بيطول. شو بنا؟ هدي. لك انا بهاء المليونير، بتعرف مين بهاء؟ واحدة حبيتها وجوزتها وخانتني. يقوموا يحكموني اعدام؟ بصير هذا الشيء؟ شو دخلني انا؟ يعني بركي حكموك انت لانك مالك مثبت شوازك بالمحكمه. يا اخي بغض النظر عن الاستئناف وغيره، انا بقى عم اقول لك معي مصاري مكومه، مصاري متلتله، عم تسمعني؟ يعني بدي اطلع من هون، شلون ما كان بدي اطلع من هون؟ تطلع، تطلع وحياه بهاء، طالما معك مصاري كتير. شايفه هذا الشرطي؟ بتفقس لك يا قرشين محرزين، ما بتلاقي الا خلاك تفركه من السجن كله. هذا الشرطي بيطلع بايده؟ المصاري حبيبي دراهي بتفك مشنو، وهذا اللي بيطلع بايده. شلون؟ كيف بدي اتعامل معه؟ هي بقى انت بدك تشوف كيف بحداقتها. شلون ترتيبك مع الناس؟ بترتبها مع الشرطي. شو عارف؟ ليه شو بدك ولا؟ يلا روح. لا طول بالك شوي، اكيد ما بتعرف مين انا. مين بدك تكون يعني؟ شقف السجين ومحكوم اعدام. امشي يلا امشي. لا انا مو شقف السجين ومحكوم اعدام، انا بهاء بيك المليونير. معك حق، انت مو سامع او شايف اعلانات برادات البهاء، غسالات البهاء، بهاء للسيارات؟ بلا بلا، يعني انت حضرتك صاحب كل هالمعامل هي كلياتها؟ بالضبط. عفوا استاذ، انا ما بعرفك بالشكل، بس ما شاء الله اسمك علم بالبلد. وبما انه اسمي علم بالبلد بدي اياك تساعدني. طيب شلون بدي ساعدك؟ انا معي مصاري كتير برا، انا محكوم علي اعدام هون، مصاري اللي برا ما عم بعرف شو بدي ساوي فيها. يعني لو انك تساعدني وتهربني من هون، علي الحلال لاعطيك نص ثروتي وبكون مقصر معك، بس اهرب من هون. بس تخيل بدل ما تضلك واقف هون تطلع لبرا ويصير معك 100 مليون ليرة. 100 مليون هدول. بس
بس شو؟ والله منى عيني يصير معي مليون واحد مو 100 مليون، بس شو بدي ساوي لك؟ نحن بتعرف معلومات بجزيرة نائية وهون شو بدي ساوي؟ أنا مستلم هذا الباب بس، يعني نفتك من هذا الباب، في عندك 7 أبواب وكل باب في عليك كتيبة حرس. يعني ما رح تزبط معها؟ سيد بهاء؟ نعم. عندي حل بس إن شاء الله يزبط معي. من زمان بتمنى يصير معي مصاري مثل هالعالم. سيدي رح ساعدك، بس بدي اياك تساعدني بشغلة، انك ما تكذب بنوب، لانه اذا بتكذب قسما بالله العظيم انا اللي رح اقتلك. صدقني الروح غالية ما رح اخلف معها. لحسن حظك في عنكم هون بالسجن غرفة، شايف هنيك هذا الدرج، كل هاي الغرفة بيحطوا فيها الموتى، كل شي بيموت هون بيحطوه فوق، ويوم الاربعاء بياخذوهم كلياتهم على الدفن. ايوه. وبيدفنوا الجثث هنيك. انت نهار الاربعاء يعني بعد بكره، لانه اليوم الاثنين، بتطلع وقت التنفس بدون ما حدا يشوفك، بتزت حالك بواحد من الصناديق فوق شي جثه، بدك تتحمل لك شوي، وانا رح اخذ اجازه بهداك النهار ورح طالعك، وبيجي لعندك بعد 10 دقائق من الدفن، بيكونوا تركوا القرنه ومشيوا، بس بدك تتحمل هالعشر دقائق، وهيك بتتسجل القضيه ضد مجهول. اخي شو بدك انت؟ انا بتحمل والله العظيم بتحمل، بس اهم شي تكون صادق معي. ها الله وكيلك، إذا طلعت من هون لروح أنا وياك رجلي على رجلك وأعطيك الملايين اللي وعدتك فيها. خلص معلم، هلأ روح، ما بدنا نشلق حدا، موعدنا يوم الأربعاء. طمني إن شاء الله خير. وعدني خير إن شاء الله. الحمد لله إن شاء الله يا رب. يلا ولا أنت وياه، يلا عزنزاني. قوم أخي ياسر قوم. مو بإيدك، الله خالق لطيف، ملافظك بتطير العالي، الله ينتقم منك. شو الآن مشان بكرة؟ ايه يعني هي مغامرة القصة، بس ما في غير هالطريقة يا أبو اليسر. إن شاء الله بتصير الأمور تمام. شو ما بدك تنام؟ لا مو جايني نوم، لازم تنام. أنا عم استنى القصة لحظة بلحظة. حاول تهدي والصباح رباح، تصبح على خير. أنت من أهلك. يلا انت وياه، خلصت الاستراحة، حرك لشوف. يلا قوام حرك، قوام قوام، اسرع اسرع اسرع، حرك قوام. انا انس في سندي، حرك قوام. الله يعطيك العافية، خلينا ياكل يا أسيادنا. سعين سينا باكيت الدخان، الله يخلينا ياكل. الله يخلينا يلا شباب، خذ بينا صندوق، يلا يلا يلا. يا زلمه شي ملكة سجين، ما بيقى جوا السجن شي، لأقول لك شي.
يا رب تدمم معه بالخير. لا نفت الحمد لله. شرطة الزفت تأخر كتير علي، بقى 5 دقايق وما إجا. يا ربي يا ربي إجي وما يتأخر. شو هاد الفايت بضهري؟ بسم الله. شو هي؟ سامو؟ ايه انا بصراحة اسف انه فياتك بكير، يمكن انت ما بتجي بهالوقت هذا. ولا يهمك يعني، بس هو بكير كثير يعني. خلي لي اياك، بس انا من امبارح ماني نايم الليل. خير شو صاير معك؟ لك طول الليل قاعد عم فكر. شو؟ ما بعرف، اجاني هذا التفكير وما عاد قدرت طول الليل نام، قلت ما في، بدي اسأل حدا، لازم اعرف اوصل لجواب. طيب قل لي شو السؤال لحتى اعطيك الجواب. لك ايه بس شغل لي بالي كثير وما بدي اياك تواخذني. الله يخليك. ولعيه، قل لي شو بدك؟ هلا الطياره لها زموشي. حبيبي حضريلي. ايوه حضريلي طبعا، بتقلها للخدامه حضريلي اكيد بدك البدله. وليش بدك البدله؟ مشان تحمل حالك وتروح تسهر. وطبعا انا ما بتاخذ معك. ليش لحتى تاخذني معك؟ على اساس شرشوحه ولا مبهدله؟ طبعا حبيبي طبعا، مع رفقاتك بتروح، مع صاحباتك بتروح، بس انا من يوم ما تجوزتني دافني بهالبيت على طبخ وكناسه ومسح. وينك يا مرا؟ وشو طابخه اليوم يا مرا؟ ولك يا ريت بيعجبك اكلي، لك يا ريت بتدفع مصاري لحتى اطبخ لك مثل ما بدك. كل طبخه احسن من الثانيه، وكل الوقت ايدي منزوعين بهالشغل وبهالقرف. لكن حبيبي لكن هي جوازة أهلك حبيبي، انت مو راضي يعني على هالجوازة من الأساس. أمي قالت لي من الأول، على فكرة قالت لي ما بدك يا لا. أنا عندت حطيت براسي بدي أخده، يعني بدي أخده، حبيته يا ماما حبيته. لا ورايح جاي مصروف ما بيدفع، لكن أنا ما بدي أصرف على البيت.
البيت؟ اه قال لي منين بدي اصرف على البيت؟ شو بعمل لك يعني؟ شغل ما خليتني اشتغل، شهادتي لزقت على الحيطان، لا شغله لا عمله، طول النهار عرق ناسه ومسح وتنظيف وساوي التخت وقيمي هذا الولد وحفظي هذا الولد ونطفي هذا الولد، لكن حبيبي خدامه ببلاش، شو بدك احسن من هيك؟ بس سهر ما بتاخذني، مشاوير حلوه ما بتاخذني، لك عزيمه عزيمه من يوم ما تجوزتني لهلا ما عملت لي، لك يخرب بيتك الهي، لك ما فيك احساس، لك ما اشتهيت تقعد انا وياك، قعده رومانسيه، قعده حلوه، نحكي كلمتين، لك نشرب كاسه شاي مع بعض، لسه يا قاعد على الكمبيوتر يا قاعد لي على تكبيس بهالتلفزيون، وتكبيس بهالتلفزيون، وبعدين معك، لك بعدين معك، لك حرام عليك، لك خاف 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 ربك، خلص 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 خلص، العيشه ما عاد بدي اياها نهائيا، لا 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 بدي اروح لعند اهلي انا، انا ليش عايشه هون اصلا؟ لك المشكلة انه من يوم ما اخذتك ما شفت السعادة ولا شفت الفرح ولا شفت البسط، ما عاد بدي احكي، خلص خلص